أهلا بالتيتا، أهلا بالتيتا. تعرف؟ إيه؟ ابني جورج كمان مرته كانت تبعت ولاده مثل كريم، بس على 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 الجاردوري. ليش ابنك جورج بعد عنده ولاد صغار؟ لا اسم الله، شباب شباب. إيه بس يا ستي، الجاردوري للولاد بس، للولاد. إيه؟ لكن مش هي اللي كانت تبعت ولاده، هيدي هيدي جوليات جارتنا. شو بعرفني؟ طيب ستي شو رأيك تشربي معي قهوة؟ لا ولو يا حبيبي، هلأ لا تفيق كارين، منشرب نحن وياها. يلا جيت جيت. يلا كيفك يا فريشيل؟ نحن جينا يا فرحتي. شو كيفك قيتها اليوم؟ بتجنن. بس يا فادي هيئتها بتضيع كتير. لا 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 لا، لا بتضيع ولا شيء. لك وجهي، التيتا صحيح عمرها 80 سنة، بتصدقني عقلتها بنت 30. نكبر عقلك يا فادي، شو 30 سنة؟ ما امبارح سألت عنك 100 مرة وانت بوجهها، وكارير عرفت علينا فوق 5000 مرة، وترجع تسألها من الهودي. حرام يا وجهي، بتكون تعبانة من السفر. بس صدقني هلا حافظة الكل بهم. البيت كله صار مثل الفل. يسلم ودياتك يا تيتا، ما كان في زوم تنطفي. أنا شغل البيت تسليني يا حبيبي. الجيران عنا؟ أهلا أهلا أهلا. أهلا أهلا، كيفك اليوم يا تيتا؟ منيحة، كيفك أنت يا وجهي؟ كيفك نزيه حبيبي؟ أنا كثير منيح، بس بدي دور التلفزيون لأنه في مسلسل مكسيكي بحبه كثير وبيبلش هلا. فادي دور له التلفزيون، أنا مثلك بحب التلفزيون كثير. عن جد؟ وشو بتحضري؟ كل شيء، كل البرامج. بفرنسا في عنا سيتي لايت، أنا بضلني حاطة على ال بي سي. يسلم تمي، لك يسلم تمي، كلك يا تيتا يسلم تمي. شفت؟ دخلك وجهك. أنت سامع بحياتك حدا عمره 80 سنة وبيقول سيتي لايت؟ بدك الحقيقة فادي؟ نعم. مش سامع. شفت؟ انا بعرف. شو بتحبوا ضيفكم؟ لا لا ما تتعذبي تيتا، لكي نزيه وجيه اذا بدهم شيء بتضيفوا لحالهم. اكيد اكيد يا تيتا، ولا خلص طمني بس اوعى تستحوا. معلش شوي. ايه تفضل. شو يعني تستحوا؟ تستحوا هيدي كلمة كبيرة وجهي، كتير كبيرة الكلمة. للحقيقة أنت ما سمعها أبدا ولا بتعرفها، وحتى أنا لو فسرت لك إياها ما رح تفهمها أبدا. شو يعني هي كلمة فرنسوية؟ يعني هيك شيء. يا شباب هلا رح فوت على الأوضة نام شوي، وإذا بدكم مني شيء فيقوني. لا ولا شو بدها مني كاتي. يلا بونوي 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 بونوي. يلا يا فادي.